ازيكم؟ اولا رمضان كريم. جولتنا النهاردة في سوق رمضان الشهير بحي السيدة زينب بالقاهرة. وهنا تنبيه ان الجولة دي اتصورت يوم 23 مارس قبل رمضان. انا سنويا والحمد لله بروح السوق بس بالليل، لكن عشان مواعيد الشغل السنة دي اضطريت اروح الصبح. كانت تجربة لطيفة في شارع اوريدي 24/7 زحمة. الشارع ده هو شارع السد الشهير المقابل لضريح السيدة زينب وشيل لله يا ست، ولمدة شهر أو أكتر بيتم فيها عرض كل حاجة ليها علاقة برمضان، خاصة الفوانيس للبيع. أنا فشلت إن أنا أعرف إمتى السوق ده ابتدى نشاطه في منطقة السيدة زينب، بس الجدير بالذكر إن صناعة الفوانيس متركزة في المنطقة هنا في تحت الرابع وباب الخلق. وهنا بيتم بيع كل أنواع الفوانيس، من البلاستيك الصيني الرخيص إلى المصري المصنوع يدويا من الصاج والإزاز زي ما احنا شايفين. على الرغم من صدور قرار بمنع استيراد الفانوس الصيني البلاستيك، إلا أنه هو لازال بيتم استيراده وبيعه، بس هو بيتم استيراده كألعاب أطفال أو مستلزمات ديكور بيتم بيعها كفوانيس رمضان. وعلى فكرة هي لازال عليها إقبال كمان. وقرار منع استيراد الفانوس الصيني البلاستيك في 2015 ساعد ان الفانوس المصري التقليدي يسترد عرشه مرة تانية بعد ما سيطر على الفانوس الصيني البلاستيك على السوق في التسعينات وبداية الألفينيات. وانت تعرف تفرق بين الفانوس المصري التقليدي والفانوس الصيني من الشكل والروح، يعني دوت فانوس مصري قدامنا عادي. مثلا الفوانيس اللي تحت دي في منها فوانيس صيني هتلاقي شكلها شوية غربي، مش الشكل المصري، واضح ان هي اجنبية شوية. ومنتج تاني من الصين، العرايس بلاشي على شكل نجوم رمضان في مصر زي بوجي وعمو فؤاد، وللأسف شكلهم مشوه، بوجي متبهدل قوي. اما دولت فدولت صناعة مصري زي ما انتوا شايفين. وطبعا بالليل المنظر بيبقى احلى، بس اهو ده اللي حصل السنه دي. اسعار الفوانيس بتبقى ارخص من المناطق التانيه في منطقه السيده زينب، بتبدا من سعر 3 جنيه مثلا وتوصل ل 1500 جنيه للفوانيس الكبيره اللي مصنوعه من الصاج والزجاج اللي بتستخدم في المحلات والمطاعم والفنادق. وعلى فكره السنه دي كان في خبر مهم جدا، هو ان مصر استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي من الفوانيس طبقا لغرفه تجاريه بالقاهره. وده جزء من الديكورات بتاعه رمضان في منطقه باب الخلق. وحاجة مهمة نسيت أقولها، إن أسعار الفوانيس السنة دي زادت 25% بسبب أزمة الأسعار اللي كانت في الفترة الأخرانية، بس أهو الناس والحمد لله بتنزل تشتري. وأهو كل سنة وأنتوا طيبين ورمضان كريم عليكم وعلى كل حبايبكم، وإلى لقاء وإلى جولة جديدة إن شاء الله، وشكرا ليكم. وشكرا للمشاهدة وشكرا لوقتكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وشير ولايك، وشكرا.